خنوطين التغطيه ديالكم الاعلاميه لهاد التظاهره الرياضيه اللي كانت بمناسبه شهر رمضان الكريم. كانت اجواء رائعه، مرت النهايه في اجواء اخويه رياضيه، وتم تتويج كما رايتم ديال فريق العرفان بنتيجه 6-3 في اجواء اخويه عرفت حضور جماهير كثيف وعرفت حضور مجموعه من فعاليات المدينه سواء التربويه وسواء الاداريه. وشكرا لكم مره اخرى. كنشكر الطاقم الفني ديالنا التربوي اللي صار على هذا الدوري هذا، واخا كانت هناك عده اكراهات وظروف، ولكن قدرنا اننا ننجحوا هذا الدوري بابسط الوسائل. وكنوجه اولا التحيه والشكر الجزيل للسيد المدير عزيز نور اللي بنفسه سهر انه يعطينا المساعده ومد لنا يد المساعده اننا نديروا الدوري في مؤسسة ديال زينب، مؤسسة زين الثانوية النفزوية. والحمد لله دات كلشي بخير وعلى خير، وهذا من فضل الله. وضروري في رمضان كيبغيو الاخوان انهم يديروا واحد الحدث رياضي، وما كنلقاوش ابسط الوسائل اللي هو ملعب القرب، ما كنلقاوش موجود فين لعبوا. تقدمنا عطينا دفعنا بزاف ديال لي دوموند، دفعنا بزاف ديال مدينا بزاف ديال الطلبات الاخوان والناس المسؤولين، ولكن لم نلام من مجيب. ولكن الحمد لله كاين الخير، مازال الخير في شي اخوان، والحمد لله ونشكروا على هاد الامور اللي دازت بخير وعلى خير. حتى واحد ما تصاب، حتى واحد ما وقع شي حاجه. وانا كنبغي نخبركم اننا كنا الفريق الفائز بالبطوله، فريق العرفان. شكرا جزيلا للكرام، الحضور الكرام اللي حضروا معنا، منهم الساده المدراء وبعض الشخصيات. وشكرا بزاف سي عمر. الحمد لله اليوم المقابله دازت ظروف جيده، الحمد لله كان تنظيم جيد من طرف جمعيه العرفان للتنميه والثقافه والامن الاجتماعي. كما كتشوفوا الحمد لله الامور دازت مزيان، واللعابه راهم توجوا، والحمد لله كان الامور كانت مزيانه الحمد لله. شكرا. اول مره ربما كنشوفوا يعني الدوري ديال الاساتذه، اول مره حنا تندخلوا في هاد التنظيم ديال الدوريه في الاساتذه. اما نورمالمون حنا راه ديجا خدامين في هاد الفيديو. اول مره كننظموا شي حاجه باسم الجمعيه ديال العرفان، والحمد لله يعني كيبان لنا كاين النجاح، يعني باين نجح ليكم الحمد لله. هذا الشيء اللي كاين مشاهده الجميع. كتفكروا انكم مثلا تطوروا؟ لا ضروري ان شاء الله من القدام، يعني غادي نتبناو هذا الشيء بشكل رسمي. هو اصلا نشاط ضمن النشاطات ديال الجمعيه ديالنا الحمد لله.